مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هي هاديك. فيديو جديد. اول حاجه نبغي نقول لكم نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحه جيده وفي احوال طيبه. بغي نقول لكم سمحوا لي على الروتر، سمحوا لي على الغبورات، سمحوا لي على كما يقولوا الناس اللي سولوا فيا بزاف، كانوا المتتبعين اللي عزاز وسولوا فيا قالوا لي ايمان غبرتي، ما بقيتيش تحطي في يوتيوب، بزاف تاع الحوايج. نقول لكم ظروف ما كما يقولوا ماشي لخاطري، زعما هاد لابيريود اللي دازت كانوا فيها مشاكل، كان فيها ستريس، كان فيها ضغط، كان فيها ما كنتش نهائيا في خاطري. في ديك الحاله ملي كنت انا ما كاينش في خاطري، قلت بلا ما نجي ونعطيكم شي فيديو اللي نعطيكم فيها الطاقه سلبيه، اللهم نبقى راسي نجمع كما يقولوا داكشي، نجمع الملام الاجراح والمهم داكشي نجمعو راسي حتى نولي لكم بواحد الطاقه ايجابيه. فيديو نتاع هذا النهار غادي نشارك معكم غير كما يقولوا واحد النغيزه، واحد الركيله، واحد الدفعه باش انني نولي معكم اكتيف في يوتيوب. باغيه انني نشارك معكم يوميات، باغيه انني بزاف تاع الحوايج، ولكن الظروف كما يقولوا كانت قوه مني ومنكم، كانوا مشاكل لي برزتوني بزاف مخي، كان الضغط نتاع البني، يعني كنا دوزنا واحد السيمانه يعني في دارنا، كان الضغط نتاع البني، كان الضغط تاع الخدمه كاع اكثر، يعني واحد الضغط كنت عايشه فيه، واحد ستريس تاع الخدمه، يعني ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. راني عاد فيه ما نكذبش عليكم، راني عاد في داك الضغط، ولكن كوميم قلت لا ايمان ستوب، كل واحد عطيه له حقه. قلت ايمان لا، خدمه دار انتي دايغ. واحد الموضوع انا راني باغيه نهضر فيه معاكم، ولكن ما لقياش الوقت قسما بالله. الكاميرا هذه فايته شهر ما صبرت بها، هذه فايته شهر ما شعلتها، يعني حتى القبيله عاد مشيت قلت لها الباتري ودرتو تسرجه، قلت باش نبقى نصور بها. درك راني نصور لكم غير بالتليفون، يعني ما جبتش نهائيا الكاميرا، ولكن ان شاء الله الا كتبت يد ربي غادي نوليكم معاكم اكتيف، نولي معاكم بواحد روتين يعني دوري ولا اسبوعي ولا علاش لا يومي، يعني واخا نهار بنهار، وما نبقاش يعني نغبر عليكم هاد الغبره. سمحوا لي الغبورات اللي غبرت معاكم، ولكن كما قلت لكم كانوا عندي ظروف. راه كون عاود لكم شافات عليا يعني في هاد العشرين يوم كاع اللي ما حطيتش لكم حتى فيديو، راه كانت واحد العشرين يوم اللي قاسحه بجميع كما يقولوا معنى الكلمه نتاع ان هاد السيمه هاد العشرين يوم يعني دازت قاسحه. كما قلت لكم ما بغيتش انني نجي نحط لكم واحد الطاقه سلبيه، نقول لكم مثلا وقع لي هاد المشكل نجي نشارك معكم، وقع لي هاد المشكل نجي نشارك معكم، وقع لي طاطا، وقع لي طاطا، وقع لي نجي نقلب لكم راسكم بالمشاكل. كل واحد فيه اللي كافيه، كل واحد فيه همو، كل واحد كما يقولوا همو كافيه بهذا المعنى. يعني هي مزيان نسمعوا الهموم تاع الناس، راه بواحد المنظور غادي تخلينا اننا نساو داكشي اللي عندنا حنايا، نقولوا شوف حنا عندنا هذا الشيء بسيط، فما بالك بالناس الاخرين اللي عندهم داكشي كثير. نساو همنا، الا سمعنا هم اخر حنا كنساو همنا، يعني هذا الشيء غريزه نتاع الانسان والطبيعه نتاع الانسان وداكشي عنده الداخل. ولكن كما قلت لكم انا ما بغيتش انني نجي نحط لكم دوك لي بوين، نقول لكم هذا المشكل عندي وهذا المشكل عندي وهذا المشكل عندي، لا غاردي داكشي راسي، خرج بالازمات بوحدي. ما نكذبش عليكم هذا الشيء اعتزاز بنفسي، يعني كما قلت لكم اعتزاز بداكشي كما يقولوا اللي عندي، يعني الحمد لله خرج مشاكل بوحدي، هزيت حوايج بوحدي، بزاف تاع الحوايج درتهم بوحدي. هذا الشيء كما يقولوا شو فيغ دو مو، شو فيغ دو مو، يعني هذا الشيء كما يقولوا باش توصلوا لواحد المرحله انكم اي مشكل تطيحوا فيه تحلوه راسكم براسكم بلا ما يعاونكم شي واحد، بلا ما تطلبوا يد المساعده من شي واحد. راه ملي كتوصلوا هاد الواحد لهاد النقطه بالضبط، عرفوا بلي راسكم راكو تالمتوا بزاف وهزيتوا بزاف وكبرتوا بزاف على اللاج ديالكم بهذا المعنى. المهم موضوع كبير هذا، ناويه ان شاء الله غادي نهضر معكم فيه، ناويه كما يقولوا غادي ندير لكم فيديو بالتفاصيل، فيديو كما يقولوا بالتدقيق، ولكن كما يقولوا غير خلوني نولي اجور معكم في يوتيوب، نبقى نحط لكم يعني كل مره ما نغبرش عليكم. ان شاء الله كنوعدكم اللي غادي يكون جديد لي روتين، واحد الحاجه مابقيتش كنحطها عندكم، مابقيتش كنحطها نهائيا في قناتي، لا حطوها واحد الحاجه اللي هي الوصفات نتاع الكوزينه. بيني وبين الكوزينه واه لي مده، يعني الوقيته تاع الصيف كتكون الخدمه عندنا مزيره، يعني عارفين يعني السياحة كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا عندنا مزيرين في هاد الوقيته، على داكشي كيخليوني كما يقولوا في الصيف نكون شارجي ومضغوطه بزاف ديال الحوايج. ولكن ان شاء الله غادي نعاود معكم الوصفات، يعني
باغيه انني نجرب الوصفه تاع الرفيسه، باغيه بزاف تاع الحوايج، ولكن ان شاء الله غادي نعاود كل هادشي غادي نشاركو معاكم كما يقولوا برومي، ديوه مني وعد وايمان كما عارفين هالناس اللي كما يقولوا قراب لي ولا شي واحد هنا داز وسمع هاد الكلمه راه عارف ايمان الا قالت شي كلمه راه كتوفي بها، يعني عندي الهضره الهضره. دونك قلت لكم غادي نشارك معكم الوصفات، يعني غادي نشارك معكم الوصفات، نتمنى من سيد ربي انني نبقى معكم اجور، غادي نحاول ان شاء الله واحد سيمانه 15 يوم نبقى معكم اجور باش نشوف راسي واش غادي نقدر ولا ما غاديش نقدر. كنت غادي نقدر تبارك الله غادي نستمر معكم في داك الشيء، كنت ما غاديش نقدر غادي نولي العاده ديالي جوج مرات في السيمانه كالعاده. المهم بغيت نقول لكم هذا الفيديو ما تنساوش بالبصيمه باش نعرف راسي باللي عزيزه وباللي كما يقولوا الرجوع ديالي غادي يفرحكم، وما تنساونيش بديكو بارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم كما يقولوا القناه تزيد تكبر وتكبر، وبيكم راها كبيره، انا عندي 10 يشوفوني ويبغوني حسن بمليار يشوفوني وكارهيني ولا ما يشوفونيش كاع اصلا. المهم نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم. صلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد صلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد صلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد من هو وحال النبي محمد واحد هو الله النبي محمد من هم محمد صلى الله عليه النبي محمد.